عيدية الفالنتين لزوجتك؟ أول عيد أجيب بين العيد ده إن شاء الله. آه والله. السنة اللي فاتت برضو في نفس الميعاد، ما بقدرش أنساها يعني. لا، والنهارده لازم أجيب لها، لأني مهما برضو عدينا في السن الحب ما بيتجزأش، وتفضل طول عمرها وإحنا موجودين برضو الحب عايش. النهارده إن شاء الله هجيبها. والله كان إمبارح جبت لها إزازة برفان شيك جدا يعني. ولا مرة بجيب فيها عيدية الفالنتين، لأني مش معترف بيه أصلا. أما كل عمالين مقزمة معانا قوي، وردة صغيرة كده ولا كل سنة وأنت طيب. ممكن مثلا أخرجها أجيب لها حاجة حلوة، أي حاجة. السنة اللي فاتت ولا مرة. لا بصراحة لا، يعني ممكن من 5 سنين كده تقريبا يعني. أنا عايشة في مدينة الحب يعني، عايشة في باريس، وعلى طول بقول له بحبك، وأول مرة يكون عيد فالنتاين معدي وأنا مش جنبه يعني، فأنا زعلانة جدا. عبر قناتكم المحترمة بقول له بحبك وكل سنة وأنت طيب، ويا رب يخليك ليا، وأكيد بالنهار بالليل هنحتفل مع بعض حتى لو بالتليفون.